خلينا نتابع دلوقتي زي ما احنا متعودين اخبار النادي الاهلي والفرق المختلفه. معانا هنا ابو القاسم موجوده من مقر النادي الاهلي بالجزيره. هنا صباح الهنا، واكيد سامعينك انا وكريم ومع اخبار النادي الاهلي والفرق كمان. اطلعينا على الاجواء داخل دلوقتي المقر عندك، اتفضلي. يا صباح الخير عليكم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. بداية أسبوع جديد وعشرة الصبح في الأهلي، وزي ما عودناكم دايما هنقل لكم كل الأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي وفرقه الرياضية المختلفة، وأكيد كمان يا نهاوند الأجواء داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة. لكن طبعا قبل ما نبدأ أخبارنا النهاردة، أكيد لا صوت يعلو فوق صوت كأس الأمم الإفريقية، والنهاردة إن شاء الله هتكون ضربة البداية لمنتخبنا الوطني في كأس الأمم الإفريقية. مباراتهم الأولى هتكون طبعا أمام فريق هتكون أمام منتخب موزمبيق الساعة 7 مساء. إن شاء الله بقى تكون ضربة بداية قوية، وكالعادة منتخبنا الوطني يعمل أداء قوي، عندنا ثقة كاملة أكيد فيهم، كل التوفيق ليهم. إن شاء الله النهاردة يظهروا بمظهر جيد ويشرفوا جميع المصريين. خلونا بقى نبدأ أخبارنا النهاردة، والبداية مع رجال كرة القدم. النهاردة رجال كرة القدم طبعا هيواصلوا تدريباتهم بشكل طبيعي جدا. تجمع الفريق هيكون الساعة 2، والمران إن شاء الله هيبدأ الساعة 3، لأن طبعا زي ما احنا عارفين لاعبي النادي الاهلي الغير مشاركين مع منتخبنا الوطني بيواصلوا تدريباتهم بشكل طبيعي جدا، وزي فتره اعداد بقى للمباريات القادمه اللي ايضا اكيد بنتمنى لهم كل التوفيق فيها. نروح بقى لناشئين كره القدم، وكمان فريق 2005 امس قدر يحقق فوز على فريق المقاولون العرب. خليني اقول لكم انه فاز بنتيجه 5-1 بالرغم من ان المباراه كانت مقامه على ملعب المقاولون العرب. المباراه دي مؤجله من الجوله ال 12 من بطوله الجمهوريه. خليني بقى انا يا كريمه اقول لكم انه في البدايه كان تقدم فريق المقاولون العرب في الدقيقه 15، لكن بقى روح النادي الاهلي قدرت تحرز هدف التعادل وتحرز 4 اهداف اضافيتين عشان ينهوا المباراه لصالحهم بنتيجه 5-1. المباراه كانت ممتعه جدا، فاكيد بنبارك لهم بنتمنى لهم مزيد من التالق. دي اخبار كره القدم. خلونا بقى نروح للالعاب الاخرى، والبدايه مع كره الطايره. ورجال كره الطايره امس حققوا فوز على فريق سبورتنج بنتيجه 3-0، ده ضمن منافسات طبعا الجوله الاخيره من الدور الثاني من بطوله الدوري. حين هم ايضا عملوا مباراه كبيره جدا، يعني انهوا الشوط الاول بنتيجه 25-16، الشوط الثاني بنتيجه 25-19، والشوط الثالث والاخير بنتيجه 25-21، عشان بقى يقتنصوا 3 نقاط جداد قبل فتره التوقف، لان طبعا هيكونوا مشاركين مع منتخبنا الوطني. ان شاء الله بقى يعودوا للمباريات مره ثانيه، بالتحديد يوم 6 فبراير هتكون مباراتهم امام فريق القناه. كمان بقى خليني اقول لكم انه تم الاعلان عن المشاركين من رجال النادي الاهلي مع منتخبنا الوطني، وهم سباعي النادي الاهلي الحقيقه طبعا اللاعب محمد عصران، عبد الرحمن سعودي، عبد الرحمن الحسيني، سيف عابد، احمد عزب، حماده عثمان، وحمزه الصافي. طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. البطوله هتكون ان شاء الله من يوم طبعا 22 حتى 28 يناير، وهتكون مقامه هنا طبعا بمصر. خليني اقول لكم ان دي طبعا تصفيات مؤهلة لدوري الألعاب الإفريقية. طبعا بنتمنى كل التوفيق سواء لرجال النادي الأهلي أو طبعا جميع لاعبي منتخبنا الوطني. أما عن فتيات الذهب سيدات كرة الطائرة بالنادي الأهلي، فطبعا كان أعلن كابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي في الويك أند عن التعاقد مع لاعبتين جداد طبعا عشان بقى ينضموا لصفوف النادي الأهلي، اللاعبة سهيلة وفيق واللاعبة ندى حمدي. أكيد هيكونوا إضافة كبيرة لسيدات كرة الطائرة اللي طبعا بنطالبهم بقى بحصد جميع البطولات في هذا الموسم، واكيد بنتمنى لهم كل التوفيق. كمان خلوني اقول لكم انه سيدات كره الطايره ايضا هيخوضوا تصفيات نفس البطوله، مشارك مع منتخبنا الوطني الحقيقه 8 لاعبين من النادي الاهلي، منهم اللاعبتين اللي منضمين حديثا لصفوف الفريق، اللاعبه ندى وليد، سهيله وفيق، مي غزال، ساره امين، ايه خالد، زينه العالمي، دعاء محمد، وندى حمدي. طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق، وايضا البطوله هتبدا يوم 22 يناير. اكيد كل التوفيق لمنتخبنا الوطني. ومن الكرة الطايرة بقى خلونا نروح لكرة السلة. وسيدات كرة السلة أمس قدروا يفوزوا على فريق الزهور بنتيجة 99-61، ده طبعا ضمن منافسات الجولة الأولى من الترتيبية للدوري السوبر. خلوني أطلعكم أكتر على نتائج أشواط المباراة. أنهوا الكوارتر الأول بنتيجة 33-10، الكوارتر الثاني بنتيجة 56-32، الكوارتر الثالث بنتيجة 81-46، الكوارتر الرابع والمباراة بنتيجة
99 61 عشان بقى يفوزوا في المباراه. المباراه كانت مقامه هنا على صاله النادي الاهلي الساعه 6 مساء. خلوني بقى اقول لكم انه المباراه الثانيه لسيدات كره السله ان شاء الله هتكون يوم الثلاثاء القادم، هتكون امام فريق هليوبلس، فاكيد بنتمنى لهم كل التوفيق. اما بقى عن رجال كره السله فبيتاهلوا لدور الثمانيه من بطوله دوري السوبر، ده طبعا بعد ما قدروا يفوزوا على فريق الطيران الحقيقه في دور ال 16 ذهابا وايابا. خلوني الاول اكلمكم على مباراه الاياب اللي اكيد كانت ايضا يوم الخميس اللي فات. الحقيقه ان كان في سيطره كامله من رجال كره السله على المباراه، انهوا الكوارتر الاول بنتيجه طبعا 21-16، الكوارتر الثاني بنتيجه 42-32، الكوارتر الثالث بنتيجه 70-45، الكوارتر الرابع والاخير بنتيجه 88-57 عشان بقى يحجزوا مقعد في دور الثمانيه. واكيد مباراه الذهاب ايضا زي ما قلت كانت انتهت لصالح النادي الاهلي بنتيجه 86-57، اكيد طبعا بنتبارك لهم وبنتمنى لهم كل التوفيق في الدور القادم، ويمكن في البطوله كلها ان شاء الله تكون من نصيب رجال النادي الاهلي. كمان بقى يا نهاوندي ويا كريم خليني اقول لكم انه كان في سلسله من الانتصارات لناشئات وشباب كره السله بالنادي الاهلي، يعني ناشئات 18 سنه كان عندهم مباراتين في الويك اند امام الجزيره وامام هليوبلس ضمن منافسات بطوله منطقه القاهره، حين هم فازوا في المباراتين قدروا يفوزوا على فريق الجزيره بنتيجه 54-50 وعلى فريق هليوبلس بنتيجه 59-44، وكمان شباب 18 سنه قدروا يحققوا فوز على فريق الجزيره بنتيجه 65-59 ضمن منافسات بطوله منطقه القاهره. طبعا اكيد بنبارك لهم بنتمنى لهم مزيد من النجاح والفوز في المباريات. اخيرا بقى نروح للعبه كره اليد، واكيد في البدايه ببارك لمنتخبنا الوطني تحت 20 عام بعد فوزهم طبعا بطوله استادات الدوليه لكره اليد. يمكن شفنا تغطيه مميزه جدا على شاشه قناه النادي الاهلي لهذه البطوله، طبعا البطوله كانت بتشارك فيها منتخب مصر، منتخب المجر، ومنتخب رومانيا، والحقيقه احنا شفنا اداء كبير جدا من منتخبنا الوطني، فاكيد بنبارك لهم بنتمنى لهم كل التوفيق ما هو قادم. يعني اكيد دي كانت بطوله زي اعداد للمرحله القادمه، ان شاء الله بقى يستمروا بنفس الاداء ده، اكيد بنبارك لهم على الفوز بالبطوله. كمان بقى نروح لمنتخبنا الوطني لكره اليد واللي خلاص بيستعد بشكل قوي جدا لبطوله كاس الامم الافريقيه واللي هتبدا في خلال ايام، هتكون ان شاء الله يوم الاربعاء القادم ضربه البدايه. اكيد رجال طبعا منتخبنا الوطني مركزين بشكل قوي جدا، عايزين طبعا يحصدوا البطوله. يمكن منتخبنا الوطني لكره اليد دايما الحقيقه بيقدم اداء اكثر من رائع، وخلوني بقى افكر حضراتكم بلاعبي النادي الاهلي المشاركين مع منتخبنا الوطني: اللاعب ابراهيم المصري، احمد عادل، عبد الرحمن فيصل، احمد هشام سيسه، محسن رمضان، واحمد خيري. طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق وبنتمنى كل التوفيق لمنتخباتنا الوطنيه. يعني خليني اقول لكم انه في الفتره القادمه هنشوف منتخباتنا الوطنيه بيشاركوا في اكثر من بطوله افريقيه سواء كره الطايره، كره القدم، او كره اليد، فبالتاكيد بنتمنى لهم كل التوفيق. ده فيما يخص اخبار الفرق الرياضيه المختلفه. كمان بقى خلوني انقل لكم الاجواء. الحقيقه الاعضاء بالفعل متواجدين في النادي، درجه الحراره دلوقتي 20، وفي سيوله مروريه جيده في الطرق المؤديه للنادي، فكل بقى اعضاء النادي الاهلي تقدروا تيجوا وتستمتعوا باليوم النهارده. يعني يا نهاوندي يا كريم دي كانت ابرز اخبارنا النهارده معاكم، طبعا لو عندكم اي استفسارات والان العوده ليكم مره اخرى في الاستوديو. كالعاده تغطيه رائعه جدا جدا منك يا هنا، نشكرك جدا زميلتنا العزيزه هنا ابو القاسم.